الفريق والإنتاج المحلي. إذن اندفاع موفقة سيداتي أنيساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف لسادس أشواط هذه الأمسية. الخيل الرابحة انتصارين والتي تتنافس على مسافة الميل، مسافة 1600 متر، مسافة الإيد فورلون قيمة الجائزة 80,000 ريال. تنتظر هذه الأسماء باندفاع متوسطة السرعة في هذا الشوط ب 14 ثانية و 29 جزء من الثانية. فور جيب فول فيول المراتب في المطاردة من فريش ووتر كلوس وكذلك ماجستيريال وفلانك سبيريت في الأربع مراتب الأولى. من خلفهم أنديانا بي رومانا دينستي كذلك في مرتبة متقدمة، وأتاو دار ومبروكة نجد في المرتبة السابعة من المسار الخارجي. فريش ووتر كلوس من المسار الخارجي يبدأ الآن المطاردة من فور جيب فول في ثاني المراتب. ماجستيريال يتمركز ثالثا والحضور لأنديانا بي فلاينج سبيريت يتمركز في المرتبة الخامسة، وهنا الحضور كذلك لأزيزان في مرتبة متقدمة وفنار، وهنالك طائر الخير وذو الأطلال الذين يمثلون الانتاج المحلي في هذا الشوط. فريش ووتر كلبز لا يزال يتقدم، والحضور لتاودر وأنديانا بي في مطاردة متقدمة. هنا مشاهدينا متابعين الكرام المنعطف الأخير توفرينج الفاصلة. فور كيف أبو يبحث عن المسار، فريش ووتر كلبز لا زال يحافظ في هذا الشوط على المرتبة الأولى. تاودر قادم وذو الأطلال هنالك من المسار البعيد، أنديانا بي قادم هنا ب 13 ثانية و 57 جزءا من الثانية. فريش ووتر كلبز وذو الأطلال القادم على خط النهاية. ذو الأطلال ينقض الانتاج السعودي، ينقض مع ذو الأطلال في هذا الشوط. ألف مبروك للمالك عبد العزيز السالم والمدرب الرائع بدنا سبيعي والخيال فهد الفريدي وكذلك الزميل والأخ المحلل في الاستوديو التحليلي فلاح أبو اثنين الذي ذكر ترشيحات ذو الأطلال في هذا الشوط.